سلام، فيديو جديد خفيف ظريف على واحد لوبجيكتيف حتى هو خفيف ظريف. نبداو زوين عندك هاد نبداو. بزاف ديال الناس فاش كتشري اباري فوتو برو من بعد بزاف ديال التقلاب والتسوال على اين وحده كتصلح ليهم كيبداو يسولوا اين اوبجيكتيف غادي ناخذ معاهم. طبيعه الحال الاكثريه فينا كتكون عنده غير واحد البركه ولا واحد البيدجي قليل غير على قد الحال. في نفس الوقت كنبغي واحد لوبجيكتيف اللي نقدروا نطلعوا به تصاور مزيانين ونصوروا به بزاف ديال الحوايج. ايوا سيدنا هذا هو لوبجيكتيف اللي خاصو يكون عندكم، وحتى اللي عنده ديز اوبجيكتيف خاصو يكون عنده هذا، وغادي نقول لكم علاش. العين ديال هذا لوبجيكتيف هذا كتحل حتى ل 1.8 اللي كيعني انها كتدخل الضو بزاف، اللي يخليني نقدر نصور في الحالات اللي ما كيكونش فيهم الضو بزاف بلا ما نقيس الشاتر سبيد وبلا ما نقيس الايزو، واللي كيعني عاود انه كتقدر دير ليا بزاف ديال الفلو في الباك جراوند، وديك الحاجه اللي مفوكس عليها كتبان نيت وشارب. غادي يخليك انك تصور دي بورتري واعرين، تصور لاندسكيب دي برودوي وزيد وزيد، زيد على انه خفيف وصغير، يعني ما غاديش تهز ليه الهم واش كاينه بلاصه في الشكاره ولا في الشنطه، تقدر كاع ديرو غير في جيبك وهاني. ومن هادشي كامل رخيص، من ارخص لي زوبجيكتيف، كيدير جديد كارطونه في المغرب بين 1200 و 1500 درهم، دونك تقدر تلقاه في القديم بديك 700 600 درهم. غير هو في القديم حضي مع جوج حاجات، انه ما تكونش فيه الغبره ولا يكون طايح فيه شي ضربه ولا شي حاجه، ولوطو فوكس يكون خدام وتوكل على الله. واش كينكسر من هذا الشيء؟ لا، غير واش كينكسر من هذا الشيء. حاجه واحده اخرى هو ان فاش كتركبوا فواحد الكاميرا اللي الكابتور ديالها APS-C ما كيبقاش 50 ملم، ما كيولي 80 ملم، ماشي بحال الا خدمتيه في كاميرا فول فريم فكيبقى 50 ملم. انا غادي نوريكم دابا واحد المثال، غادي نصور بدون بواتي APS-C وفول فريم، غادي نصور نفس الحاجه ونفس البعد، غادي تشوفوا الشون فيزيون من كل بواتي. هاد القضيه هادي ديال الكاميرا APS-C وكاميرا فول فريم غادي ندير عليها فيديو بوحديتو باش نشرحها مزيان. المهم غادي نخليكم مع التصاور كنت صورتو به، ونشوفكم في فيديو واحد اخر.